العثور على الأماكن المقدسة والوصول إلى معلومات عن مناسك الحج، خدمات تقدم عبر تطبيقات ذكية استفاد بها الحاج محمد البالغ من العمر 65 عاما الذي يؤدي الفريضة للمرة الأولى دون مرافق له. هذا تطبيق نسك ينزل في الجهاز وموجود فيه كل ما يخص الحج، سواء بطاقة الحج أو الحجز أو الشركة اللي يكون معها الشخص، ويوفر عليه كل شيء وكل صعوبة في سواء أداء في العمرة في الحج أو في النسك. كرت الذكي وهو موجود طبعا نأخذ عن طريق أبشر، موجود فيه كل المعلومات الخاصة بالحاج، لأن فيها باركود يوضح جميع المعلومات الخاصة بالحاج. وفي مؤتمر صحفي في مكة المكرمة استعرض وكيل وزارة الحج والعمرة مظاهر تطور خدمات الحج عبر استخدام التكنولوجيا إلى جانب العامل البشري لتسهيل أداء فريضة الحج. مشروع البطاقة الذكية هو يهدف إلى تسهيل حصول الخدمات للحاج بشكل مباشر، أيضا هو وسيلة للتواصل بين الحاج، وأيضا وسيلة لتقديم الخدمات الخاصة بالحاج، هو وسيلة لسماع صوت الحاج لتقييم الخدمات المقدمة له، وأيضا التواصل معه بشكل مباشر. البطاقة فيها شكلين، شكل مطبوع وشكل رقمي. الشكل الرقمي من خلال تطبيق نسك، أيضا يمكن من خلالها الشكل الرقمي منها الوصول إلى خريطة الحاج التي يستطيع من خلالها الوصول إلى المواقع الخدمية التي تخصه، أيضا موقع السكن الخاص فيه في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. ورغم الميزات المختلفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتيسير أمور الحج والصلاة، لكنه لا يزال في نظر البعض غير قادر على كسب ثقة الكثيرين. الذكاء الاصطناعي ممكن يتم استخدامه مستقبلا إذا اعتمدت دقة الترجمة 100%، لأنه إحنا نبث مباشر لايف، يعني الخطيب يتكلم إحنا نبث مباشر، فالذكاء الاصطناعي ما وصل إلى الدرجة هذه من الموثوقية لحيث يتم ترجمة الخطبة مباشرة من الخطيب. ومن بين الخدمات المزودة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها السلطات السعودية هذا العام توفير نحو 9000 من الروبوتات الذكية والعربات الكهربائية والعادية بهدف تيسير حركة تنقل الأعداد الغفيرة من الحجاج خلال هذا الموسم. مزايا عديدة توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تيسير أمور الحج والصلاة في المشاعر المقدسة، ولكن يقابلها تحديات التقدم التكنولوجي المحتملة مثل الخصوصية والأمان. أميرة جدلة، الحرة، مكة المكرمة، السعودية.